I mean, it was rough for me, rough shooting day. Still got to get a rhythm. You know, I haven't played a full game since March 1st, so it's been a while since I actually played an actual game. So for me to just come out here, compete today, and most importantly, we got the win. That's all that matters. So no matter if I play good or bad, as long as we win the game, it's all that matters. يعني طبعا انا كنت بساله عن شعوره بعد ما جه النادي الاهلي ويمكن دي اول مباراه يحضرها النهارده. طبعا هو قال لي ان هو لسه الامر مش بهذه السهوله، لسه بيتاقلم وبيتعود على التواجد في مصر، وبالتاكيد اهم حاجه ان هو فاز في مباراه النهارده. It's been good. You know, my teammates have done a great job, you know, welcoming me with open arms. You know, when you have a veteran like Mark who does a great job of, you know, mentoring me and helping me, just showing me around the city, but also just doing a great job of just, you know, what to expect from, you know, different players on the team, the coaching staff, the fans, and just overall the organization. Day by day, things will get better. يعني طبعا انا كنت بساله على التعاقد مع النادي الاهلي وكمان يكلمني على كل ما وراء الكواليس والتعاقد مع النادي الاهلي، افضل نادي في افريقيا وكمان فاز طبعا ببطوله البال السنه الماضيه. هو قال لي انه الحقيقه استقبالهم كان جيد جدا داخل النادي الاهلي، كانوا سعداء جدا، واكيد هما بيعملوا great job، يعني شغل رائع جدا، وهو سعيد اكيد بانضمامه للنادي الاهلي. Things will get better. Everything will get better for me individually, but more importantly, I'm glad we got the win. So I'm looking forward to get many wins with this team and looking forward to meet all the fans. يعني طبعا كنت بقول له في النهايه النادي الاهلي عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا، فتحب تقول لهم ايه؟ هو قال لهم ان كل حاجه هتكون افضل ان شاء الله، هو منتظر عدد من النجاحات والفوز مع النادي الاهلي. الحمد لله ده اول ماتش من البلاي اوفز. الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق المكسب. الفتره اللي فاتت كانت فتره يعني صعبه علينا شويه، كان عندنا اصابات كتير، يمكن مثلا 6-7 لعيبه، فاحنا يعني بنحاول ان احنا نستعد للبال اكتر، فاحنا بنحاول نرجع اللعيبه واحده واحده، الناس المصابه والناس اللي كانت بعيده الفتره اللي فاتت تبدا تشارك معانا على الاقل فترات قليله ويبداوا يساعدونا، عشان احنا عندنا ماتشات باك تو باك، احنا عندنا ماتش بكره على طول، فالحمل كتير شويه، فان شاء الله يعني اللعيبه الناقصه واللي كانت بعيده الفتره اللي فاتت تقدر تساعدنا الماتش بتاع بكره والماتش بتاع يوم الاحد ان شاء الله. هو احنا الفتره اللي فاتت كنا بنستعد للماتشات دي، احنا كان عندنا ماتش كاس مع الجيش، وقدرنا ان احنا نعدي الحمد لله للسيمي فاينل. الكام يوم اللي فات كنا بنستعد لفرقه الاتصالات ان احنا نلعب باك تو باك، فاحنا بنحاول الكوتش اكيد بيحاول يوزع الحمل على الماتشين النهارده وبكره، وان شاء الله نقدر نحقق المكسب بكره ان شاء الله. هو ان شاء الله البال يوم 19 اول ماتش، ف احنا بناخد كل حاجه خطوه ستيب باي ستيب، فاحنا ان شاء الله نعدي اول مرحله في البلاي اوفز، وبعدين نقدر نستعد للبال، عشان احنا هيبقى عندنا حوالي 10 ايام او 12 يوم ان احنا نقدر نستعد للبال، وكمان المحترفين الزياده اللي هم جايين يقدروا يخشوا معانا في السيستم وفي الاجواء بتاعت الفرقه، فان شاء الله خير يعني، ونوعد الجمهور ان هيشوفوا ماتش كويس ان شاء الله.